أهلا بكم مجددا. يصادف يوم الأول من آب ذكرى تأسيس الجيشين السوري واللبناني، حيث أصبح الجيش السوري جيش الدولة المستقلة عام 1946. ومع بدء الثورة السورية لجأ نظام بشار الأسد إلى الحل الأمني والزج بالجيش في المدن والقرى والأحياء لقمع الثورة المطالبة بإسقاط النظام. حاله حال نظام والده الذي استخدم الجيش في هجماته على المدن والبلدات. كانوا مجموعة من المتطوعين حاربوا الانتداب الفرنسي عام 1920 ليشكلوا بعدها النواة الأولى للجيش السوري، وسمي آنذاك بالجيش المشرقي بعدد أفراد لا يتجاوز 12,000، إلى أن أصبح جيش الدولة السورية المستقلة حين شارك في أولى الحروب بين العرب وإسرائيل. وبعد وصول حزب البعث إلى الحكم في سوريا عام 1963، عمل حافظ الأسد بعد تعيينه وزيرا للدفاع على جعل اليد الطولى في الجيش للطائفة العلوية، وعين الأسد أغلبية كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين من هذه الطائفة ليضمن بذلك إحكام سيطرته على كامل المؤسسة العسكرية التي أخضعت لإمرة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وهو رئيس الدولة. ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011 وصل عدد الجيش السوري عند التعبئة إلى نحو 650,000 عسكري، وبرز دوره باعتباره حاميا للنظام، وتحول إلى قوات وميليشيات لجأ إليها بشار الأسد لقمع ثورة السوريين، وسرعان ما تحولت إلى قوى إجرامية ارتكبت أفظع المجازر والانتهاكات بحق أهالي المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، وهو ما حتم على عشرات الآلاف من الضباط والعناصر الانشقاق عن الجيش باعتباره مسؤولا عن قتل وتعذيب وتشريد المدنيين. وقد شكل المنشقون عنه كيانا عسكريا سموه الجيش السوري الحر، وبدأوا مواجهات مع الجيش والأمن ومن يعرفون بالشبيحة، إلى أن طلب النظام الدعم من ميليشيات إيران وحزب الله والاحتلال الروسي، وهو ما يراه البعض بيعا لمستقبل البلاد لقوى احتلال أجنبية. أما خلف الحدود فثمة جيش آخر يحتفل بذكرى تأسيسه، جيش سلب القرار منه من قبل ميليشيا احتلت الدولة وتحكمت بأجهزتها الأمنية. لا بل قل إنها بدأت بمعركة جرود عرسال داخل الأراضي اللبنانية دون الرجوع أو مشاركة الجيش اللبناني، بينما اقتصرت بطولاته منذ تأسيسه بمهاجمة مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان واعتقالهم وقتل العديد منهم، إلا أن الجيش اللبناني تحول لمادة للسخرية لدى الكثيرين داخل وخارج لبنان، ووصفه كثيرون بجيش الفيديو كليب، لا سيما بعد مشاركة عناصره غير مرة بأغاني لفنانين لبنانيين. وللحديث ينضم إلينا السيد عبد المسيح الشامي الكاتب والمحلل السياسي معنا من برلين، وأيضا ضيفي في العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي يبقى معنا في هذا المحور أيضا معنا من اسطنبول. أهلا بكم. أبدأ معك سيد عبد المسيح، يعني بمناسبة عيد الجيش، برأيك من بقي في الجيش ليحتفل وبماذا سيحتفل؟ من بقي بالجيش هم شرفاء سوريا، ومن خرج منه هم العملاء الذين خانوا سوريا وخانوا الجيش السوري وخانوا الأمانة وخانوا القسم الذي أقسموا عليه عندما دخلوا هذا الجيش لكي يدافعوا عن وحدة سوريا وعن أراضي سوريا وعن الدولة السورية وعن مؤسسات سوريا وعن عرض السوريين والسوريات. هؤلاء الذين عاسوا فسادا هم الذين اغتصبوا، الذين انشقوا عن هذا الجيش هم الذين اغتصبوا وقتلوا وذبحوا بالسوريين. من بقي هم شرفاء سوريا، من دافع عن سوريا، من أعطى الدم حقيقة والحياة والشباب والروح لكي يدافع عن سوريا وعن حياة السوريين وعن وحدة الأراضي السورية وعن القسم الذي أقسمه عندما دخل هذا الجيش. هذا هو الجيش اليوم الذي يدافع ليس فقط عن يعني كرامة السوريين، يدافع عن الكرامة الإنسانية حقيقة في وجه أعتى وأقذر وأوقح يعني إرهاب مر في تاريخ البشرية، الذي اليوم يوصف عند كثير من المرتزقة التي تتقاضى رواتبها اليوم من أعداء سوريا، من إسرائيل ومن تركيا ومن السعودية. هؤلاء الإرهابيين اليوم الذين يقدمون أنفسهم كثوار
هؤلاء هم من دافع بوجههم الجيش السوري. يعني تماما، من هم الذين بقيوا؟ يعني من هم تحديدا؟ كل أطياف الشعب السوري. نعم. كل أطياف الشرفاء من الشعب السوري، وهم يعني الكسر. نعم. يعني في خطاب بشار الأسد بعيد الجيش قال بأن الجيش يعني اليوم هو بنسبة أقل من 50% مما كان عليه سابقا. يعني من هم هؤلاء 50%؟ وين 50% التانيين يلي راحوا؟ أولا لم يتكلم بهذه الأرقام، ثانيا حتى لو كان نحن اليوم بعد حرب 7 سنوات خاضها الجيش السوري في وجه 110 دول، يعني تقريبا عاست اليوم أو جمعت كل جيوشها وكل أجهزتها الأمنية وكل مرتزقاتها وكل إرهابيي العالم، ومن ضمنهم الخونة من قبل من الذين خرجوا عن الجيش السوري، خانوا العهد وخانوا الشعب وخانوا الدولة وخانوا الجيش. هؤلاء الذين اليوم حاربوا حقيقة الجيش السوري الصامت الشريف الذي ما زال حتى الآن بعد 7 سنوات من القتال صامد، وهو الذي يقود المعارك، وهو نعم. الذي يحقق الانتصار. وضحت فكرتك سيد عبد المسيح. سأنتقل في السؤال إلى العميد أحمد رحال. سيادة العميد، يعني ما رأيك بقول السيد عبد المسيح بأن من بقي هم فقط الشرفاء؟ يعني أولا بعد 6 سنوات من القتل والدمار والترويع وتشريد الشعب السوري على يد سلطة ظالمة، سلطة قاتلة مجرمة يقودها الوضيع بشار الأسد، وبالتالي شلة شبيحة من حوله بقوا معه، هذا الإجرام لا يدافع عنه إلا كل سافل ومجرم ووضيع. وبالتالي أنا استمعت إلى هذا الشخص، هذه نقطة. النقطة الثانية أننا أمام جيش مجرم وأمام سلطة مظلمة استخدمت كل المجرمين من العالم. نعم. هي أتت بحزب الله وأجرام حزب الله، هي أتت بمجرمين إيران، هي أتت بالميليشيات الشيعية القاتلة من العراق، وأتت بالأفغان والباكستان، واستباحت كل المحرمات. لم تعد هناك سيادة في سوريا، لم تعد هناك محرمات في سوريا. الشعب السوري أصبح عبارة عن حقل تجارب للأسلحة الروسية والإيرانية والعراقية ولحزب الله، ويخرج سافل ووضيع ليصف الشرفاء الذين لم يرتضوا الظلم ولم يرتضوا الذل الذي يعيشه آل الأسد، ومن يقف من حولهم. سيادة العميد، فقط لو سمحت بدون يعني توصيف لحتى نعم بدون يعني توصيف وشتائم سيادة العميد، لحتى نبقي يعني الحديث بنطاق انه ناخذ معلومة. برأيك سيادة العميد يعني هل بدأ في الخطأ؟ نعم. هو من بدأ في الخطأ ولم طيب. يعطي هل برأيك سيادة العميد سياسيا وعسكريا، هل برأيك سيادة العميد ان يعني قرار الحرب والسلم بقي في الجيش كما هو من المفترض ان يكون؟ يعني اولا معلومة 50% بقي من جيش الأسد هذه معلومة خاطئة. آخر معلومة أعطانا يا بعض الشرفاء الموجودين في داخل هيئة التنظيم والإدارة أن كل ما يملكه المجرم الأسد وفهد فريج الجاسم الجندي لدى قاسم سليماني هو 76,000 مقاتل، وتشمل حتى الحرس الجمهوري. نعم. أما بقية الشبيحة فهؤلاء خارج الحسابات. اليوم لم نعد نسمع بفهد فريج جاسم. والله أنا كضابط برتبة عميد أقسم بالله أني لا أعرف من هو رئيس الأركان في سوريا. نحن نسمع بحسن نصر الله، نحن نسمع بأبو الفضل عباس، نحن نسمع بقاسم سليماني، هؤلاء من يملكون القرار اليوم، بدليل أن ما حصل في الغوطة الشرقية وجدنا من أن لا سلطة للأسد. نعم. عندما قام بشار الأسد بإعطاء أوامر للواء الشهيد أحمد الغضبان بأن يكون هو المسؤول عن وادي بردة، قام الضابط من الحرس الجمهوري بأوامر من حزب الله بقتل لواء أحمد الغضبان. إذن لم يعد هناك سلطة سورية. نعم. لم يعد هناك سلطة لبشار الأسد. جيش الأسد أصبح يعني هذا ما يعني سنستوضح منه أكثر منك سيادة العميد. أصبحت إيران وحزب الله. نعم. من يقودون هناك للأمر. مركز للدراسات قال أن الميليشيات الموالية وعصابات المرتزقة هي التي سبقت الجيش وتولت مهامه وأيضا استولت على قراره في الجبهات. هل فعلا هذا هو حال الجيش السوري الذي يدافع عنه السيد عبد المسيح قبل قليل؟ يعني كل من يعني يتواجد أو يعمل بالشأن السوري يدرك أن المقر الزجاجي الموجود قرب مطار دمشق الدولي وهو عبارة عن 4 طبقات
تقودها المخابرات الإيرانية، مقر لحسن نصر الله، بالإضافة إلى مقر شيباني الذي كان يقود الفدقة الرابعة قرب الصبورة، بالإضافة إلى مقر الحسين الموجود في نبل والزهراء. هي من تسيطر على كل الجغرافيا السورية، منها من تصدر الأوامر، منها من تعطى التعليمات، منها تتحرك العمليات، بالإضافة إلى مركز حميميم للروس الذي يقود العمليات الجوية. إذن لم يعد هناك سلطة للأسد، لم يعد هناك سلطة لجيش ما يسمى جيش الأسد، أصبحت السلطة مستباحة. وبشار الأسد مهمته شرعنت وجود الاحتلال الإيراني والروسي وحزب الله والعراقي مقابل احتفاظ بشار الأسد بخازوق السلطة. نعم، طيب سيادة العميد، يعني ألا ترى بأن احتفاظ بشار الأسد بالميليشيات أو إدخاله للميليشيات على الأرض في سوريا قلل من أهمية الجيش وأيضا من توجه الناس له، خصوصا أن يعني الميليشيات هي مرتزقة بعقود مقابل مبالغ مالية ومدة زمنية محددة، في المقابل في الجيش السوري يعني في دفعات لم تسرح، آخر دفعة تسرحت يمكن عام 2012، أنت بتعرف أكثر أكيد. أنا أعتقد أن آخر دفعة تصرحت في الشهر العاشر من 2011. نعم. أولا بالمنطق العام كل دول العالم تعتبر الجيوش هو رمز الاستقلال، رمز الحرية، رمز كرامة الوطن، لكن عندما يتحول الجيش إلى أداة في يد السلطة كما قام به المقبور حافظ الأسد ومن بعده المجرم بشار الأسد، عندما حوله إلى جيش طائفي، جيش لحماية السلطة، لم يعد هناك الرغبة بالذهاب إلى هذا الجيش. عندما بدأت الثورة السورية يعني ووضحت الصورة وبان كل العورات التي كان يخفيها الشعارات الممانعة والمقاومة وتحرير فلسطين وتحرير الجولان، لم يعد هناك من ذهاب إلى هذا الجيش. أيضا لا. هناك نقطة أن كل أبناء المسؤولين النظام أصبحوا خارج الحدود، إما مهمة دراسية أو مهمة دبلوماسية أو مهمة علاجية، لأنهم يملكون الأموال، وبقي الجيش أو بقيت الدعوة لأفراد الفقراء حتى من الطائفة العلوية، وبالتالي لم يعد هناك جيش ولم يعد هناك متطوعون. قامت بعمليات إغراء من الدعوة إلى الفيلق الخامس ومن الدعوة إلى اللواء الروسي وإلى الكثير من الدعوات التي حاولت الاستقطاب والإغراءات المالية، لكن لم يبقى هناك شباب. يعني لو قمنا بعملية دراسة في المناطق الساحلية وريف حمص التي يجلها من الطائفة العلوية لم يعد هناك شباب، بل نجد أن من هم أعمارهم ما بين السنة والعشر سنوات، ومن ثم ننتقل إلى ما بين الخمسين والسبعين عام. نعم. كل ما تبقى هناك أكثر من 250 شاب علوي قتلهم بشار الأسد، وبالتالي لم تعد هناك الرغبة وهناك خوف من الانضمام إلى سلطة ساقطة، إن لم تكن اليوم فغدا. نعم. طيب سيادة العميد، يعني علامات انهيار أو الانهيار الوطني داخل الجيش، يعني هل كانت بادية في صفوفه من قبل الثورة أم أن يعني الثورة هي يلي أوضحت الأمور؟ ولماذا توقفت الانشقاقات من الجيش منذ وقت طويل نسبيا؟ يعني أولا ملامح انهيار الجيش السوري مع احترامنا لكل التاريخ الأبيض الذي يحمله منذ عام 46 حتى عام 63، مع عام 63 واستلام المقبور حافظ الأسد وزارة الدفاع ظهر واضح أن هذا الجيش تحول إلى جيش سلطة، عندما احتفظ حافظ الأسد كوزيرا للدفاع وقائدا للقوى الجوية، وهي حادثة غريبة في دول العالم أن تكون القوى الجوية بعيدا عن سلطة رئيس الأركان الذي كان يشغله العميد أو اللواء أحمد سويدان. وبالتالي هنا اتضح صورة واضحة أن حافظ الأسد يبني جيش ليحميه. منذ بداية السبعينات بدأنا نجد من أن الطائفة العلوية يزج بها. يعني أنا أعطي مثال، دورتي التي انتقلت إلى الكلية الحربية عام 1980 في الكلية البحرية كانت 158 ضابط، كنا 18 ضابط من كل مكونات الشعب السوري و140 علوي. إذن واضح أن هذا الجيش بدأ بالتهتك مع دخولنا إلى لبنان، والفظائع التي ارتكبها جيش الأسد في لبنان أيضا بدأ الجيش السوري بالتهتك والفساد والانحلال، وبالتالي تحولنا إلى مكان لا عمل له. يعني من لا عمل له نعم. أصبح يذهب إلى الجيش. نعم. الألوية التي على الحدود، اللواء 61 واللواء 90 كألوية حيطة، العناكب كانت تعشعش فيها، وأصبحنا حماة
لحدود الجولان ولحدود إسرائيل وليس جيش لاستعادة الجولان. نعم. وبالتالي هذا الجيش بالمفهوم الأسدي كان مطلوب منه أمر واحد، الحفاظ على أمر الواقع والدفاع عن سلطة الأسد بعيدا عن كل أهداف الشعب السوري. طيب سيادة العميد باختصار لو سمحت، يعني ما جرى في هذا الجيش خلال الأعوام التي ذكرتها من 63 لليوم، يعني أفرغت مفهوم الجيش حامي الشعب من مفهومه الحقيقي أو من المعنى الحقيقي له برأيك، يعني أديه أو شو اللي بيلزم لبناء جيش وطني حقيقي على الأرض اليوم؟ يعني هذا ما نبحث عنه اليوم، هذا ما يقوم به الضباط الذين أبعدوا عن الثورة السورية لأسباب داخلية ولأسباب إقليمية وأسباب خارجية. اليوم نحن نبحث في مشروع وطني، الضباط يضعون الخطط، يضعون الدراسات، يضعون التطلعات والأهداف والرؤى المستقبلية كي نعيد للجيش السوري الذي أنشئ عام 1946 ولكل مهام الجيوش في العالم، وهي إعادة بناء مؤسسة وطنية همها الحفاظ على الدستور، الحفاظ على الحدود، الابتعاد عن الحياة السياسية وحماية تطلعات وأهداف الشعب السوري. هذا ما نطمح إليه في المستقبل بعد التخلص من كل المجرمين وكل الأفرع الأمنية وكل السلطة الأسدية التي خربت البلاد وخربت البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية والتي حاربت الجيش السوري عن مساره الصحيح. شكرا جزيلا لك سيادة العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من اسطنبول. ونود أن ننوه أن السيد عبد المسيح الشامي الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا من برلين قرر الانسحاب من محور هذه الحلقة، وشكرا له أيضاً.